إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الأحداث والمشاكل الحاصلة في بلدنا السودان كثيرة، نذكر منها ثلاثة أو أربعة ونختم بالحل. المشكلة الأولى المشاكل القبلية بالذات ظاهرة في شرق السودان، ولعت بورسودان بين قبائل النوبة أظن والبني عامر، وبرضو ولعت تاني في كسلة نوبة بني عامر وهدندوة وعرب إلى آخره. والحل يا جماعة من المشاكل القبلية دي الرجوع إلى الدين الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كل الناس لآدم وآدم خلق من تراب. لكن اللي بيشعلوا المشاكل دي هم السياسيين، ديل هم اللي بيشعلوا المشاكل دي، لأنه القبائل دي أصلا موجودة، كان نوبة كان هدندوة كان بني عامر كان عرب كان عجم كان بيض كان سود قاعدين، وديل كلهم مسلمين وكانوا متعايشين. لكن الأحزاب السياسية بتفتن بين هؤلاء القبائل عشان تعمل خلخلة وزعزع أمنية في البلد في السودان، عشان كل حزب طمعان إنه يحكم البلد دي وجعان في أكل أموال البلد دي. دي الخلاصة. ونحن بننصحهم وهم بيكتلوا بعض بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولو أن أهل سماواته وأرضه اشتركوا في قتل مؤمن لأدخلهم الله جميعا النار. حتى الملائكة، شفتها الملائكة المكرمين ومعاهم البشر والجن كلهم، لو شاركوا في قتل مؤمن واحد بس، ده اشترك بكلمة قلب الناس بكلمة، وده دفع قروش اشتروا به سلاح مثلا يعني، وده مشى كتل وده لز وده فعل وده خطط، قال: لا أدخلهم الله جميعا النار. أهل السماوات دي الملائكة، وأهل الأرض الإنس والجن، لو كلهم بالملائكة اشتركوا في قتل مؤمن واحد بس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أدخلهم الله جميعا النار. ده بيوريك عظم دم المؤمن وشدة حرمة النفس المؤمنة عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره. أي ذنب، أي ذنب أنت تسويه عسى الله أن يغفره لك، إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. والحديث صحيح. فقبائل كانوا بيصلوا مع بعض، يجي يكتلوا بعض عشان السياسة، وعشان دير دايرين الوالي منهم، ودل ما دايرينه منهم، ودل دايرينه منهم، كلها دنيا. وده كله يدل يا جماعة على حرص الناس على الدنيا وحطامها الزائل الملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا اللي قاعدين نصارع فيها الليلة ونجمع في أموالها في الأسواق وفي التجارات وفي الصناعات
والقوي يأكل الضعيف، ويقتل الناس بعضهم بعضا من أجلها. الرسول قال لكم الدنيا دي ملعونة، ملعونة ما نفع. فدل عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويخلوا البلاوي والفتن كله، أنا لا معدل لا معدل، كلهم كل القبائل تتقي الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله من هذا الفعل، وكلهم غلطانين، كلهم بنظري غلطانين. ليه؟ لأنه إذا ده جاهل أنت أبقى عاقل ما تبقى أجهل منه، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وده ما بينفعه. وكيف أنت تقتل أخوك المؤمن وتمشي تنوم مرتاح؟ كيف يحصل الكلام ده؟ كيف يحصل؟ وربنا عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اللي بيقتل أخوه المؤمن وهو قاصد يقتله زي ما هم قاعدين يعملوا الليلة، ربنا قال اللي بيسوي كده فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لو بيفهموا القرآن وهم مؤمنين حقا الآية دي كافية لحل نزاعات ومشاكل الشرق والغرب والجنوب والشمال والوسط، لكن كل ذول داري يصل للسلطة بأي سبيل حتى لو قتل أخوه ودمه. ودي من أكبر المشاكل في البلد دي اللي بتخلي البلد ذاتها ما تصلح. مشكلة تانية، مشكلة العلمانية والإلحاد. نحن بنعاني في البلد دي من أكبر مشكلة، مشكلة التصوف. أجابوا لنا عبادة القبب وعبادة البشر من دون الله. وطبعا المذيعين يعني التلفزيون عندنا الله يصلحهم ويهديهم، والقنوات والأحزاب السياسية كلها بيكذبوا على الصوفية عشان يكسبوا أصواتهم في الانتخابات إذا جات. يمشي إلى الطريقة بتاعنا البرعي مثلا، أنتم الذين أدخلتم الإسلام في السودان، هم القاعدين مرقوا من السودان ما دخلوا. يمشي للكباش، أنتم الذين أدخلتم نار الغران في السودان، كذاب. والسياسي عارف نفسه كذاب بالمناسبة، عارف الكلام ده كذب، لكن عشان بعدين لو جات الانتخابات واحتاجوا للأصوات في صناديق الاختراع تلفون، ألو أبوي الشيخ الكباشي أرفع الدراويش والرمم كلهم، كلهم بيرفعهم كر بيجيبوا كوبهم جنب الصندوق بتاع الاختراع بيمي حياتهم وبي حجباتهم، ممكن في الصندوق يخطوا لك حجاب ذاته. ده السبب اللي بيخلي السياسيين يلعبوا بالدراويش دي، والدراويش ذاتهم الشيوخ الكبار فاهمين، انت ما جبتهم عايشين حياة كيف؟ والله حياة أفخم من حياة الملوك. وأول ناس لعبوا بالدين هم الطرق الصوفية ديل قبل الكيزان. الكيزان ما هم إلا تلاميذ، تلاميذ لشيوخ الصوفية. إذا سئلت عرف الكوزنة تلاميذ لشيوخ الصوفية. الصوفية هم اللي لعبوا بالدين، وديل استفادوا من الحتة دي فغشوا الناس بالدين. إسلامية مية المية ييك ييك، ومسكوها 30 سنة لا في إسلام ولا في 100%، كله فارق وباطل، وما في كوز يقدر يغلطنا في الكلام ده، ما الواقع موجود ما في حاجة. فجو العلمانيين والملاحدة برضو دارين يخوضوا نفس المجال. احنا كنا بنعاني من ديل وإنهم عبدوا الناس إلا من رحم الله للبشر، بدل ما يعبدوا رب البشر خلوهم يعبدوا المخلوقين تحت شبهة إنه دول أولياء ودول صالحين. وأي شيخ طريقة يقول لك أنا ود النبي، ما في ود أبو لهب، ما عنده تراب أصله، ما في. أي شيخ طريقة يقول لك أنا محمد ود أحمد ود جاد الله ود جادين ود حسب الرسول ود فاطمة بنت النبي، وكلهم كذابين، والله كلهم كذابين، ما في واحد فيهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قال، ابن مسعود قال كذب النسابون، ما في نسأل بيقول لك أنا ووصلك ذل 99% وتسعة من عشرة كذابين، قليل جدا من آل البيت في العالم الصادقين ذل كذابين.
كنا بنعاني من ديل من التصوف والشرك النشر، الآن بقينا نعاني من التصوف والعلمانين والملاحدة. ناس يسبوا في الدين في التلفزيون، جابوا قال آدم عليه السلام أبونا وحواء أمنا عليه السلام، جابوهم في تلفزيون السودان، تلفزيون القومي يا جماعة، تلفزيون القومي القومي القومي، يعني ده اللي بيمثل البلد، يعني ده الرأي الجمهور بتاع السودانيين كلهم، تلفزيون ده ممثلكم. جابوا أبونا آدم عريان، وطبعا ده ما آدم، قالوا ده أبونا آدم عريان مرة واحدة، وأمنا حواء معه عريانة، تخيل مرة واحدة، قالوا ده أبونا آدم وده أمنا حواء، وجابوا الله بيتكلم معاهم قال حسب رأيهم هم يعني وكذب، قالوا ده ربنا بيتكلم معاهم بميكروفون، يا آدم أنا طردتك من الجنة، وبيتكلم مصري كمان، بالله ديل ما مجارمة، ديل ما مجارمة يا ناس، وده اللي يوصلونا لوين أصلا، وكيف البلد تتصلح والوقود يتوفر والبنزين والعيش والدقيق وغيره والحالة الاقتصادية عموما تتصلح، والناس بتاعين البلد وتلفزيون التلفزيون اللي بيمثل القوم السودانيين يحارب الله عديل كده وما بيقدروا، لكن هم دارين يحاربوا الله سبحانه وتعالى، قالوا ده الله بيتكلم مع ابونا ادم وهم نحو عرايا، ما شفتوا؟ لا يمكن يا ناس، الناس تصلحوا وبيحاربوا في الله، وربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هو الشغل ده، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومشى جايبين الملحد ده جاد لناظرنا قال جايبينه قال من كندا، قال عشان يناظرنا في شنو؟ قال في إثبات وجود الله، مالك؟ قال ما في الله، بستمع له عشان اناظره، بستمع ساعات طويلة، وطبعا ما بجوز اسمع له الا للزول الدار ناظر، بسمع ساعات طويلة، اخر ثاني 10 ثواني من 3 ساعات الا 10 دقائق، قال للزول المذيع المستضيف قال عليك بالله، عليك الله بالله يدخل معانا فلان، عليك الله انت ما قلت الله ما في، ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ما في أحد على وجه الأرض غير مقتنع بوجود الله حقيقة من قلبه جواه، إنما هم كذابين من بره بيقولوا الله ما في، لكن من جواه أول ما جاته ملاريا وطلعت له في نص انقرته هنا الله الله، هو نفسه الملحد، عشان كده موسى مشى لفرعون، موسى عليه السلام، وموسى يعلم إنه فرعون يعلم إنه في رب وهو الله، فقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت، يعني يا فرعون انت تعلم، قال له ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فرعون ما قال لا 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 ما في رب، سكت صم قدومه لأنه يعلم إنه في رب وهو الله، فده المجرم البليد ده الملحد قال عليك الله بالله، ولما جاء يقدمه قال السلام عليكم، لقى نفسه تورط، بعدين قال السلام عليكم ورحمة الله، هذا شنو؟ فناس مستهبلين ملاحدة وعلمانين اتسلطوا علينا في البلد دي وغشوا الشباب فيما يسمى بالاعتصام، ذاك الصعلوب بتاع وي 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 وي، غش الأولاد والبنات ورقصهم، شفت كيف؟ وجو دقوا مقلب في الناس زي العلمانيين، شخبطوا الحيط مدنيه مدنيه مدنيه، هسا بنيهم صف العيش نقول لهم مدنيه جماعه بسكت، منو اللي قال؟ كلهم قالوا ما قلنا، طيب الشخبط الحيط منو؟ الشخبطه منو؟ نحن بدنا نعرف يا ناس، والله لا تنفع مدنيه عديل كده، مش قلتوا حريه؟ هاكم الحريه، لا تنفع مدنيه، لا تنفع ديمقراطيه، لا تنفع علمانية، ونحن ما بنخاف من أي زول، لأن احنا ما نازلين انتخابات، بيخافوا ديل نازلين انتخابات، خايفين يفقدوا يفقدوا الكوم، يفقدوا الناس، والله انفدتوا كلكم، نحن بدنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى ده، وإن ادونا السلطة هسه دي، والله نديها شلوت نرميها في البحر،
نحن ما عندنا علاقة بسلطة يا ناس، نحن دارين من البشر دي الحاجة واحدة بس، يعبدوا الله ويتركوا عبادة القبب والأضرحة وعبادة الشيوخ والركوع للفكية وشيوخ الطرق الصوفية واللهث وراء هذا الشرك والإلحاد اللي انتشر في البلد دي. دي رسالتنا. أبدا ما إن شاء الله ما حتلقوا فينا واحد وزير ولا بتاع اسمه والي ولا نائب رئيس ولا حزب ولا غيره. نحن رسالتنا واضحة. حتى أنصار السنة عملوا حزب سياسي أو ده طلع ما شفتوا، عملوا مؤتمر قبل 7 يوم، ما عنده أي علاقة بالإسلام. البنود كلها ما في بند واحد قال سا إسلام، والله ما، لأنه دار يصلوا لكرسي الدنيا وكرسي السلطة. لكن الأنبياء ما كانوا كده، الأنبياء كانوا دايرين الناس يوحدوا الله. أي نبي أي رسول، مش بتحبوا الرسول؟ أي رسول عليهم الصلاة والسلام أجمعين جل الناس قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الناس لو وحدوا الله وعبدوا الله وما أشركوا إله مع الله غيره، والله تاكلوا أكل الأكل المجنن الناس الليلة ده، تاكلوا من فوق ومن تحت كرعينكم. قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل دليلك، أما نحن وما أنزل إليهم من ربهم، القرآن ده اللي هو كله توحيد، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله كلامه صدق ولا كذب؟ صدق. طبقوا الكلام ده بس، ولا داير لولو كثيرة، اللولو بتاعت السياسيين وسنعبر والأطر، ولابد من يعني حملة شاملة حول الأطر النوعية. ده ما في الدين، ما في في الدين في وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدين. ولو أن أهل القرى آمنوا وحدوا الله وخلوا الشرك. يا جماعة الليلة زول الله يدي عربية ب 12 مليار الله أداه، المفروض يقول شنو؟ أقل شيء الحمد لله. لا، بيشتري حجاب من الفكي، حجاب يمشي يعلقه تحت الدركسون تحت، يقول لك ده بيحرس العربية. الله أداك، الله اللي أداك. تجي تخون الإسلام وتخون العقيدة بتاعتك وتشرك بالله، دي تمائم وحجبات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها من علق تميمة، حجاب يعني، فقد أشرك. فده القرآن وما أنزل إليهم من ربهم. وهناك قال آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب الحصل شنو يا ربنا؟ معلوم الناس لسه جعلين لأنهم ولكن كذبوا، ما وحدوا الله، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مشكلة ثالثة بعيشوها المسلمين في العالم سب الرسول عليه الصلاة والسلام من الكفار في الغرب. والآن أنتم كلكم عايشين الأيام دي والناس عايشة على عصابة. أول حاجة أطمنكم، السب ده ما بيأثر على الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يكون سببا في رفعة درجته عليه الصلاة والسلام. وما هو جديد سبه؟ لما كان حي مجنون وكاهن وشاعر وكذاب، قالوا له في وشه. ربنا قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر ونشر العقيدة أول يوم، ربنا قال له يا أيها المدثر قم فأنذر، ركب جبل الصفا فقال يا صباحا ثلاثا، اجتمع الناس. أول كلمة قال لهم، ما قال لهم الأطر، ما في أطر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العقيدة والتوحيد. أبو لهب فهمة قال تبا لك لهذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فاشتغل توحيد، ما اشتغل بالكلام المشركين ولا شتائمهم ولا تكذيبهم
ولا رميهم له بأنه ساحر وكاهن ومجنون وكذاب. اشتغل التوحيد وحارب الشرك 13 سنة في مكة. هاجر المدينة، دعا للتوحيد، وبيجوا ناس موحدين كونوا دولة حقت موحدين، فانتصروا رجعوا على المشركين أهل مكة في بدر وفي الأحزاب اللي هي الخندق وفي جميع الغزوات، لأنهم وحدوا الله. مع أنه عددهم كان 300 و313 في بدر، والمشركين كانوا 1000 3 أضعاف المسلمين في العدد والعدد، 3 أضعاف المسلمين. برضو المسلمين انتصروا لأنهم موحدين يا جماعة، لأنهم موحدين. في حرب النكسة سنة 1967 في مصر اجتمعت الجيوش، قال العربية يا ناس اربعوا شعار التوحيد والإسلام، قالوا لا نحن عرب عرب، امشوا يا عرب. واليهود بيغادي في الجيش الثاني بالمقابل بيقروا في التوراة، معتبرين الحرب دي دين عديل كده. وذيل بعضهم شايلين أغاني أم كلثوم، شايلين الراديو، موبايل كان ما في، يا ليلي ويا عيني شغالين يسمعوا الجيش العربي، بعصين وناصرين وسجم رماد، يا ليلي ويا عيني أم كلثوم، تحية لأم كلثوم، والله درجهم ليك درج به أم كلثوم ذات. لما قاموا جارين لأنه ما رفعوا رأي توحيد يا ناس، رأي التوحيد ولا رأي الإسلام، ولا رأي الإسلام. الله يصرك كيف؟ والله قال يا أيها الذين آمنوا، إن ده شرط، إن إذا ما تحقق الشرط الجاي ده بعد إن ده ما في الوعد ما في، وجواب الشرط ما في، إن تنصر الله. زول معلق له حجاب قال بيرزقني الحجاب ما الله، وبيحميني من العين ومن العارض وهو أكبر عارض، ومن السلاح، وما معتقد في الله، يكون نصر الله كيف؟ زول ابن جامع بعشرين مليار مثلا، لما جامعكم ده خلاص مثلا، يجي يدفن فيه ابوه الشيخ الطريقه، ده نصر الله كيف؟ والله قال ان تنصروا الله ينصركم. ما في لعب، لا تقدر اسلحه نوويه ولا كيميائيه ولا غنابل ذريه، ما تقدر تغلب الله سبحانه وتعالى. الله قال بس انصروني، طبقوا العقيده دي والتوحيد. الله قال انا بنصركم، عشان كده النبي قال حتى تراجعوا دينكم. والرجوع الى الدين، طبعا الناس بتكلم الرجوع للدين، الرجوع بيفتكروا حاجه بعيده، نرجع للدين، لا لا لا، الرجوع للدين سهل، تصلي عقيدتك، ما تعتقد في اي زول، الله بس. 2 تؤدي عباداتك، وإذا أنت مذنب عندك معاصي، لو قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الله بيغفر لك، كله بيغفر لك، قولها مرة واحدة بإخلاص كلها بيغفر لك. ده صعب؟ ده الرجوع إلى الله. ما الرجوع إلى الله تركب مواصلات وتنتظر وتمشي، لا، الرجوع إلى الله بس نية وعمل. انت في سرك الله بيغفر لك. يا اخي رجل قتل 100 نفس 99 في الاول، قال وروني اعلم زول، جماعه ودوا لي واحد صوفي، قال لي عندي توبه، قال لي لا، طبعا دول مشددين، لا كيف؟ قال له لا نجموا بقاهم 100 طوال، وده ذاته ما عنده فقه، وزول قال لك قتل 99، ده قول الله ما بتوب، اذا اصلا ما في توبه ذاته، قول له انا ماشي اتغدى واجيك، زول كبرها كيف ده؟ تقول لي ما بيقتلك، قتلوا، ما ادري وين ساكت، قتلوا. مشى ودوا له واحد عالم، قال له عندي توبه، ذاك عالم بيقرا الكتاب والسنه، ما بيشرب له محايه، بيقرا الكتاب والسنه، ما بتاع بخرات وحجبات، كتاب وسنه. الكتاب الوقت ذاك في من كان قبلكم، يعني الدين النزل عليهم الصحيح من السماء كتابهم. فقال له نعم، ومن يحول بينك وبينها، فمشى وتاب، الله قبله حتى ما وصل البلد اللي قال لهم شيلها 2000 ناس صالحين، ما وصل، لكن لما كان نتو، بس نتو خالصه وسعه، حتى لما مات في النص والملائكه ده رجسوا للبلد الرحمه ولا بلد العذاب، وذلك بضوء ولا ذلك بضوء، ربنا قال للارض بتاعت الصالحين تقاربي والارض بتاعت الطالحين تباعدي. شوف ربنا ساعده كيف، لانه ده يرجع الى الله. امراه بغي من بغايا بني اسرائيل تاكل بالزنا،
لقت كلب عطشان جنبير قلعت الشبشب على جزمة ملت من البير مسكت الكلب من هنا وشربته فشكر الله لها وغفر لها. يبقى الرجوع إلى الله ده ما موضوع صعب يا جماعة. الناس إذا رجعت إلى الله ما بنقول إن شاء الله نقول والله إذا رجعوا إلى الله الآن لأصلح الله حالهم الآن ولا يخلف الله الميعاد. ده الموضوع، الموضوع ما عند ترامب ولا عند فرنسا ولا عند غيره، الموضوع عند الله سبحانه وتعالى. الموضوع ما عند حاكم ولا تغيير حكومة ولا اعتصامات ولا مظاهرات بيجيب لكم الأكل والشراب، الرزق عند الله. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأساءوا للنبي عليه الصلاة والسلام ويوم يرسموا رسموا لهم رسمة للرسول قال صلى الله عليه وسلم وعند عمة فيها غنابل متفجرات وجواحد قالوا شيشاني قالوا مسلم قتل الأستاذ ضبحه وأعلنوا حرب على الإسلام وقالوا تاني بنسب ما بيضر الإسلام أصلا ما بيضر الإسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو بتاع قنابل ولا عمل له مصنع بتاع سلاح لما مات مصانع الأسلحة منو الآن الكبرى عند الكفار ذاته اللي بيسبوا الليلة منو الفك القنبلة في هيروشيما القنبلة الذرية في هيروشيما وقتل ملايين البشر منو أو مئات الآلاف منو هم الكفار نفسهم القاعدين يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قاتل هم القتلة بالمناسبة وهم قتلة بلا منازع. أما الإسلام يا أخي في الحرب العالمية الثانية دي قالوا ماتوا من المدنيين 17 مليون ومن العساكر 16 مليون قتلهم الكفار ذاتهم الكفار ديل القاعدين يتهمونا نحن بالإرهاب هم الإرهابين. أما النبي عليه الصلاة والسلام نوريك كلامه في قصتين بس صححهما الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الأولى عن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع قال كنت رديف النبي عليه الصلاة أردفني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه إلى أن قال فدخلنا حائطا للأنصار رجل من الأنصار عنده زي مزرعة حائط كده دخلنا فإذا فيها جمل جمل بعير قال فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. والله زيد في الحديث في صحيح الترغيب وصححه الألباني قال حن وذرفت عيناه الجمل حتى اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على رقبته حتى سكت فقال صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل قال فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال يا رجل ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها الله فإنه قد شكى لي أنك تجيعه وتتئبه تجوع وتتعب شديد في العمل تتئبه يعني تتعب شديد في العمل فوق طاقته. رسولنا مش بحين على البشر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لا اتخطى ده جمل قال لي ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة وفي لفظ آخر قال رأيت النار فإذا بها امرأة تخمشها هرة فقلت من هذه قالوا عذبت فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت فيها النار. ده ديننا بتاع الإسلام. حتى الكفار بندعوهم. أما لو حقيقي في زول مسلم شيشاني ولا غيره ضبح الكافر ده لأنه أسأل الرسول، الكافر اللي أسأل الرسول فعلته أعظم فعلة، وكفره ده أعظم جريمة. لكن لو ده مسلم حقيقة أنا ضبح الزول ده برضو غلط. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وده قاله في المعاهد، في المعاهد. وحرم علينا إنه نقتل حتى الكفار، ده شغل الحكومات ما شغل الأفراد يفعلوا هذه الأفاعيل. والأفاعيل دي إن فعلوا فعلا مسلمين، أنا بقول إن فعلوا مسلمين ليه؟ لأن الكفار ذاتهم مستهبلين، ممكن يعملوا مسرحية زي دي عشان يحاولوا يدمروا بها شنو؟ الإسلام والمسلمين، وده ما بعيد عليهم. لكن لو حصل من مسلم فالغلط من المسلم ده، الغلط من المسلم ده، لكن ما المسلمين كلهم غلطانين ولا الإسلام أمر بذلك أبدا. الحل من المشاكل دي كلها الداخلية في بلدنا والخارجية الناس يرجعوا إلى التوحيد، ما عندكم أي حل، بدليل إنكم جربتوا كل الحلول الظنيتوا إنها حلول صح ولا ما صح. مدنية جربتوها لخبطت الشغلة كلها، الديمقراطية جربوها قبل كده الأمور جاطت كلها، الحكومة الأحزاب كانت سنة 88 ديك لخبطت الشغلة وعلب الصلص والدقيق كبوفيني اللي بيجاي، والناس جاعت والناس كان بتاكل تشرب الشاي بالعجوة، والناس الكبار بيذكروا كلامنا كل جربوها، بس العقيدة دي والتوحيد هي حلكم، ما عندكم أي حل تاني أبدا، ما في حل. وحدوا الله، إذا الناس ذاته ما وحدوا إنت وحدت الله وعملت عليك إنت في بيتك ربنا بينعمك بالمناسبة، تكون عايش حياة سعيدة. ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا وهنا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونشكر ناس اللاماب جميعا على استضافتهم للمحاضرة، كل ناس اللاماب على استضافتهم لهذه المحاضرة شيبا وشبابا كبارا وصغارا، ونشكر كذلك أهل هذا المسجد أيضا لاستضافتهم، ونشكر الشباب برضو ساهموا في إنشاء وتهيئة هذا المكان لجميع المسلمين الكبار والصغار، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.